السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تكونوا بخير بصحة وعافية يا رب العالمين. إن شاء الله بمناسبة عيد الأضحى راح نقدم لكم هذه التتبيلة، تجي مع اللحوم إن شاء الله تعجبكم وتنال رضاكم، وربي يتقبل صيامنا وصيامكم يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عندنا هاد التتبيلة، يعني كل هاد التوابل يعني تعرفوها موجودة عندكم في البيت، بإمكان أي سيدة تحضرها في بيتها ويعني وتختار كل عشبة يعني اللي تعجبها تبغي ديرها. انا هاد التتبيلة دائما نحب نحضرها. عندنا هنايا الفلفل الاحمر او البابريكا، البصل المجفف، الثوم المجفف، معدنوس هذا اللي خدمناه مع بعض كذلك المجفف، لهذا حضرته وقلت لكم راح نحتاجه. وعدنا هذا الفلفل الأسود والفلفل هذا السكنجبير كما نقول احنا، الفلفل الأبيض، وهذا الزعتر. الزعتر تحبوا يعني تاخذوها هكا حبات وتنقوه من الاعواد وتحكوه هكا بين يديكم، الزعتر هذا. واللي تحب يعني تضيف زعيترة، نسيت يعني القزبر، انا ما شريتش قزبر حب كذلك يجي في هذا الخلطة. وهذا اكليل الجبل، يعني اللي عندها اليابس كذلك تستعمله في هذا الوصفة للشواء، ولا تخليه يعني على حدة ما تخلطش مع هذا. وهذا انا رايحه نحطه مع اللحم يعني لما يتشوى تجي الريحه تاعه رائعه، يعني بدل من نبقاو نجبدو كل بقال وحده نجبدو هاد التابل وحده وهذا وحده، فضلت اني نخلط التتبيله في يعني في بقال واحد لما نحتاجها يعني نجبدها. وانتم يعني تضيفوا اللي حبي يضيف الكمون، واللي حب كل وحده واش تبغي التابل اللي تبغي، كاين اللي يضيفوا القرفه، كاين اللي كل واحد واش واللي يبغي. نسيتكم اللي يبغي الحرور هذاك المجفف الحار يعني ممكن تضيفوه كذلك. هندير ملعقتين او ثلاث من كل مكون، يعني المكون اللي عجبك تبغي تكثري منه تكثري. انا درت هنا يعني بدون ما نعد، يعني درت هكا من الفلفل الاحمر ودرت كذلك من البصل. هكا تضيفي يعني على حسب الذوق تاعك، تضيفي يعني من كل مكون تضيفي ملعقة او اثنين. انا كثرت شويه من المعدنوس، تعجبني البنه تاعها يعني في الاكل. وهذه التتبيله يعني ديروها في المشاوي، وديروها اذا مثلا شويتوا اللحم في الكوكوط كذلك تستعملوها، وحتى اذا طيبتوا اللحم في القدر ممكن ديروها، ما فيهاش يعني حتى تمادة اخرى. الزعتر مليح كذلك مليح، هو ينفع الانتفاخ وينفع لكل حاجة. ضفت كذلك الزعتر، واللي يبغي كذلك يدير قطرات من، انا بعد ما نحضر هذا التتبيله كي نبغي نتبل يوم عيد الاضحى ماشي يوم اليوم الثاني لما نشوي، نضيف لهم الزيت ونبقى هكا خلط في هذه الخلطه تبقى جاريه. ولا كان عندي المطارد او الخردل كذلك نضيفها معاهم ونبقى نخلط ونطلي هكا اللحم هذاك فيه، يعني كاين هنا كل المواد، كاين البصل كاين الثوم كاين
كل شيء مجفف يعني موجود، وما تحتاجوش يعني تجبدوا اواني بزاف، فقط هذاك البقال تجبدوه. هنا ضفت الفلفل الاحمر كما قلت لكم، اللي عندها الحار تبغي تضيف الحار تضيف، تبقاو يعني تخلطوها مليح مليح تدخل المكونات في بعضهم. يعني اللي يدير المرق الابيض ما تكترش من الفلفل الاحمر، ولكن الفلفل الاحمر مليح في المشاوي يعني يعطيها احمرار رائع جدا. بعد ما تخلطهم مع بعضهم مليح مليح ديرهم في بقال هكا تاع زاج وتحتفظوا بهم. هكا بعد ما نعمر هاد البقال تغلقوه يعني، وربي يتقبل صيامكم صديقاتي. يعني ما نقدرش نذكر اسماء، اخاف ننسى اسماء، شي نادية وكذلك ام صيام واختنا اميمه وفاطمه المغربيه وبشرى وكل الصديقات يعني، وعامر وكل الصديقات. ان شاء الله تعيدوا بالصحه وبالهنا، ان شاء الله يفوت عليكم العيد نتوما واحبابكم بخير. واللي نسيته واختي يعني اياك نعبد كذلك، ويسمحوا للاخوات اللي ما ذكرتش اسمائهم، اختي ام عبودي كذلك، يعني كاين بزاف اخوات. وكل الصديقات يعني كلكم كل عام وانتم بخير. هذا هو التوابل تاعنا اللي حضرناهم، ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو تاع اليوم وينال رضاكم. ولا تنسوني باللايك والاشتراك في القناة، واللي دخل جديد ما ينساناش باللايك. صحة صيامكم، تصوموا بصحة وعافية إن شاء الله يا رب. إلى اللقاء إلى فيديو آخر إن شاء الله، مع السلامة، صياما متقبلا للجميع.